نقاط يمكن أن نقول أنه أخذ 3 نقاط وحرم الخصم من 3 نقاط. أعتقد أكثر من ذلك خالد، منحت الفريق ثقة أكبر وأكبر بنفسه حتى يتخطى الدور الأول من المسابقة ودخول مربع ذهبي، بمعنى أنه أغلى بكثير من 3 نقاط أو 6 نقاط. بالفعل كما قلنا الأهلي في الشوط الأول قدم كرة شاملة ممتازة جدا، سنحت له فرص كثيرة جدا، الفريق لعب كوحدة واحدة، الخطوط متجانسة متقاربة، كل لاعب في الفريق وخصوصا في خطي الوسط والهجوم قام بأكثر من دور، ويعني تحتار من يمكن أن تختار نجما للمباراة في الشوط الأول تحديدا أو في المباراة ككل، لأنه إذا ما سجل خالد القهوجي الهدفين وإن كانا من هديتين، يعني أعتقد أنه العبد اللي زرع الملعب طولا وعرضا من الخلف وإلى الأمام وفي العمق، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الظهير الأيسر حسين عبد الغني. بالنسبة إلى تيسير الجاسم وصاحب العبد الله، وأتمنى أن يحتفظ الأهلي بصاحب العبد الله وألا يفرط به على إطلاق ليشتري عقده من الخليج، أعتقد أنه هذين اللاعبين لاعبي الارتكاز اللذان يعرفان كيف يتأخرا وكيف يتقدمان لمساندة الهجمات، مع الوقت ربما يكون مع الوقت بسبب صغر السن، وبنعرف أنه تيسير الجاسم لاعب المنتخب الأولمبي، ربما لهذين اللاعبين مستقبل ممتاز جدا وباهر، ويمكن أن يصل إلى مستوى خميس العويران بالإضافة إلى الغامدي عندما كان في القمة. على كل حال كما قلنا هناك فرص كثيرة جدا للأهلي في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني، ومع ذلك تألق الحارس المنافس وهو الخالدي وكذلك عدم التوفيق منع الفريق ككل من أن يسجل أكثر من هدفين، ولكن أيضا هما اللاعبو الأهلي لم يرفضا الهديتين اللتين سجل منهما الهدفين. شوف نقول ظهير أيسر، أي ظهير أيسر هذا الذي هو حسين عبد الغني الذي يتقدم ويكون قريبا جدا من